أعزائي متابعي صدى البلد، أهلا مرحبا بكم. معكم أنا الزواري من على محور يمتد طول الطريق نحو 40 كيلو متر لخدمة القاهرة الكبرى ووسط الدلتا. يربط محور بنها شبرا الحر الجديد بين ظهري القاهرة الكبرى وطريق بنها الزقازيق وطريق بنها المحر. الرحلة من القاهرة إلى بنها نحو 25 دقيقة بدلا من طريق القاهرة اسكندرية الزراعي السريع الذي أصبح لا يستوعب حجم الكثافات المرورية التي الأعمال الصناعية حيث يوجد عليها ما يقرب من 38 كوبري و 22 نفق لخدمة التجمعات وحركة المشاة بالتجمعات السكنية. ايضا يعد محور بنها شبرا الحر اول طريق زراعي حر في مصر بدون تقاطعات. كما زي ما حضراتكم شايفين معانا الطريق يشهد سهوله مروريه او من اربع حرارات مروريه يوجد عليها اي كثافات مروريه. ويخدم حركه الناس والدروع من القاهره الى محافظات الدلتا وخدمة المسافرين عليها يوميا.